manzame istemeyi منظمة سيدة سوريا ريف حلب الغربي قمنا بندوة حوارية مع النساء التركيز على وضع حلول وإيجاد فرص عمل خلق فرص عمل للمرأة في المناطق المحررة وإمكانية إشراكها في الفعاليات الثورية طبعا بنهاية الندوة الحوارية قمنا بوقفة تضامنية مع أهالينا بالغوطة مع نساء الغوطة اللي عم بيعانوا من التهجير من قتل أطفالهم أمام أعينهم صمت المجتمع الدولي تمام مين فينا ما فقدت ابن؟ مين فينا ما عنده قريب او صديق في المعتقلات؟